خير صباح الأنوار. والله تفكر تجيش كله تنكا جوك يا رافض ويا أكثر حاجة كانت في الدنيا هي النار في نار في نار على رافض في الله ما يبقى للأسف من البلاد للمرض لا يعب بلاد المصرف تاعي يكون واضح باش نغفر البلوتوث غير الريح نعم اللي صوته ناقص أسوأ حاجة هي المنزل مفتوح قريب لي الحرائق ولا انتصارات المباراة والآلام ونقوم بتركيب الجوالو في الجزار هذه مش كيف لي هذيك اللي هذيك هذيك مش كافي هذا الوحدة كوفر يجب أن يكون هذا الخيار جدا صعب شيء صعب شيء ذلك ما قص بالجمرة غير اللي أفسدها فهذه هي الساحة التي ما تقطع مصر البصر ومن نجاع الله وقطع مصر البصر سياشي سبيطة بكبية في الجزائر الحسنة كشي ما يعرفوش الله لا يقدر تشوفوه لا زاير لا مجزار والله هضره من غير بس كما قلت لكم كي يكون الواحد ديجا مريض ولا والو ولا في سوق صراحه ويزيد يمرض هذاك هو تكمل عليه تكمل عليه مال مال كورونا الله يبارك ان شاء الله ما رضاهاش العدوية وكبرت شوية خرج في مخلوقات ربي وش خلق سبحان الله كي يستجي المعين قد عرفوني لكن بدون نفس الكاميرا مخلوقة كي يجبرك يشارك معاكم شعور لا غاني نحس بيه كانوا نحسن جمرة غير اللي عارس عليها كما يقولوا أيضاً شوي بس 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 كريك حكت كريك لو والله تمنيت نشوف ليش في الحالة هذه غير ما ما راح زارو انت عارف الدنيا مش سهلة لازم يعطيكم واطي فيها وجاه فيها ما تجيش بسهل وجاته بسهل جي صنطة عندي احتاجه كاميرا من الجامعة الطريقة هذي صلاة غالي نحا كونها غالي قبل الميكرا من يشرح الشمكو فيها مين معلي شجات لوكازيون شمكو حاجة تعرف بيها دي من يشرح انت بيها ارما هي جملة ربي مرحبا بيها مرحبا مصاب بنا دي ابتداءات هذا ربي تستي فينا يشوفنا نصبر والله كنا راكم نسمع في لقاف كنا ندير البلوتوث و... أو الريح شوية كان ريح الشيخ وكاسان تكسر وزن هنا أيوة راح ترك السلام وتحرك كيف ما تخممش والله نقول لك كيف ما تخممش هي تخمم بالسيف تخمم بالسيف ماشي بيدي لا غالب تشوف الدنيا صعيبة الحالة معكرة عاكسة ما فهمتش
تجي تدري كل شوي تفرح شوي تفرح تخيلوا تفرح نهار تحزن كل أيام يعني والحمد لله الحمد لله على كل شيء. انا سعادي نروح اخر خطره جيت هنا ما كانتش كيما هكا شويه صغار نظافه الكراسه نظافه معليش كان بارد الحال شويه نيز كنا خونا ريقلوا لها الماء نظافه نص فوق الحاله جاو الحمام هذا داروا لنا الماكله معليش كانت ولات شويه بلو سيكوريزي قبل ما كانتش كيما هكا ما شاء الله بريقت اخر خطرة جيتها دو موا والله شهر ان موا والله دو موا ديفيرونس كبيرة الله ما يقدر تجيو البلاصة هذي لا زاير لا متزار يعني بيناتنا لو تجي من كلمة هادو تقول صراحة شو تقول بمورال مو فيزيك مو ماديا بعد تغل هادي تغلب وماشي لي والحمد لله والحمد لله بلك ابتداء انا عند ربي نصبر عليه حق انا الحمد لله ربي اعطاني الصحة لي صحية بيس بيس يمكن بطيقها معليش الحمد لله الحمد لله اعطانا ربي الصحة نفارسوا بها الدنيا هادي وفرق المهم كامل الوالدين هما اللي ما مش سالين في الكتبتهم سفري قدامك ولا يسطروا ويتعذبوا قدامك وانت ما قادر تدير لهم والو ولا درت المجهود تاعك هذاك ما جابش ولا ماشي في بلاصتو ولا موجود ماهوش كافي هذيك الحاجه اللي فرانشمون مبغيتش نطلع لكم بالمورال هذا في الفيديو مي قلت والله نفس الفيديو نشوف البلاصه هذه الجميله هذه نصورها لكم الناس اللي ما جاوش جامي لا جاو ولا اللي عندنا بزاف ما جاوش شوفوها سيرتو لي زابوني اللي معايا اللي خارج الوطن حاطه قلت لكم انكم منا ان شاء الله من كل واحد بغى يزور الجزائر مرحبا بيه شوف البلايص الشابين فيها ولا غاتيها بزاف بلايص شابين مالوريزمون ما نقدرش ندورها كان باش تكون فيها بلاصه بلاصه مي ولا غير كبيره وفيها ما شاء الله فيها بلايص ما شاء الله ولا غير منكم تزوروها انا ندير بلي بوسيبل تورني وفواياجي ديبلاسي على حساب بروغرام دو طون على حساب لارجون بيجي ونحط كلش بيان سير نوثق كلش في لاشين ولا في الانستغرام كيما موافين لي بوسيبل بربي ان شاء الله منكم تزورها كامل ولا غير ما شاء الله عندي لي زابوني اللي ما يفهموش اللغة العربية والله ما يفهموش اللهجه الجزائريه من اساسهم عرب لكن ما يفهموش اللهجه الجزائريه I'm sorry don't worry I will be better thanks for your attention I'm try to talk the same language for all majority of people in the world على بالي راه الصوت ضعيف بصح راني نرفع في صوتي لو ماكسيموم والبلوتوث راني زايدلو بالمول الناس بقى راني شريتو جديد باركولي دارت الحال شوي كون غير يدفع الحال شوي هذاك هو يكمل بابا يكمل بابا عمرو فرانشمون تجربة مش سهلة حاجة كما تكونش مدير حسابها على الأفانس تجيك صعيبة باش تكون باطي معها والله كثير يعجبوني العباد اللي كيما هذا اللي يقوموا في الحمام هذا ويأكلوا فيهم لا صلاد 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 تضامن فوالا شوف ما شاء الله الشيخة كيما هذا يجيو دي فوا كاع يحطوا ماكلة هما اللي يتهلاو فيهم كم والله فرانشمون تلقاو الرياليتي هكا عباد يديرو دي جيست والله يتحب فيهم ميديرهاش حتى واحد يديروها غير تاوع لهنايا لاباكم
حابين نشوف ما في روح. نتمنى ان شاء الله تسمعوني ما نكونش ندير في اللايف نصور بيرجي ديزولي عندي لا على بالكم من لا سيتياسيون هذي. درت شنو فطر اليوم فطرت جيني واحد الاحساس هكا معرفش شنو داير والله فرشة باب كم تديروا جيست كيما هذيك الرحمة في الرحمة والرأفة في الأرض بل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولا هذه هي الآية اللي تعبر على هذا الكا هذه اللي صارت. كما نقول بقدرش نقول عليها فينومين بس كوميش فينومين بزاف كاين دي جيست بزاف دي جيست كيما هذو ما أخطر تاع الإنسانية غير كان نتلاقوش معاهم ولا نتلاقو معاهم هكا ما تجيش بيزار ما تجيش بيزار نورمال. والله ما دريتها فين فسحة ما دريتها والله بحكم من واحد شوف ليش ما تعيش تعبر عليهم بالساعة قبل ما يلحقني التليفون جا كنا في ليزابون اللي قلنا اور وعجلي تزود على الانقطاع قادروني ماذا تنزل البابي الاخرى هذه تاع الساليتاسيون تاع الوداع باش نخليكم ونبقيكم على خير كم كثروا لي زابور ولا بغيت ديال الجمعه هذاك هو هذا الوقت هذا الرونديفو تاع دابا باش نكون معاه ما نخليش يدخل وحده باسكو قاعد اكوتي منا وهاكم على بالكم بابا مش من لوجور هذاك اللي في بوتي والله ما تفهموش مخضرم بابا مخضرم انا جاي هكا ما جاي هكا ومع المرض هذه تبدلت لا مونتاليتي تاعو كاريمو تقول لي ماشي بابا اللي نعرفو نعبرو على الشيء اللي راهو فيه ماشي حاجه سهله فترتنا هذه لازم هكا تفوت منتدب ديبا ولا غير تبدل كاريمو تقول لي ماشي بابا اللي عرفو في عمر اللي فات سبحان الله ربي يشفي ويعافي ويحفظ ويخلي الريتاج فوق راسي ان شاء الله في دارنا وفي خالتي وعند ما بيان سير وربي يشفي ويشفي كامل المؤمنين والمسلمين وكم اللي مستعطروا بوجع بيعلم بوجعاتهم غير ربي سبحانه لو فهذه يخليكم على خير وكم الله لك وراحتك خير ويحفيكم وما تنساوش البارطاج والدعم دعمونا غير بكومنتار بارك الله هذا مرانا طالبين منكم ما معليش الاستمرارية عبروني على الفيديو هذا كان فيه شوية تشاؤم مش بيدي والله ما يبيدي سيقولي ديك اللي فاقد الشيء لا يعطي هذا اللي راني فيها درك الله لي يفرحكم لي زابوني لي خارج افريقيا ربي يسهل فيكم ان شاء الله مع اليوم راني نحاول اميليوري في فيديو اميليوري لي سوجي اللي نحكي عليهم سيدو هذه هي الله لك راحكم نتمنى لكم نهار طيب ان شاء الله نهار الله في وقتكم ما كانش حاجه تستاهل اي مشكل عنده حل اي ازمه راح تجي وربي الفرج باذن الله راح يجيب ربي الفرج الظاهره اللي قلت لكم عليها قبيله المبادرات ما شاء الله شوف نزلت المبادره ما شاء الله ان شاء الله سي بارفي حاجه كيما هذيك بالك هذاك الفرخ اللي طعمه ما بالك الارزاق على الله الفرخ هذا اللي طعمه ما عندوش رزق منين يجيبه تتوفره له ربي يرزقك من بلاصه اخرى ولا يفرج عليك اي واحد حاجه في قلبه ربي يلحقوا ليها اي واحد ناوي الخير ربي يلحقوا ليه وهذه هي من الشاب الله ويكون راحكم ويبقيكم على خير
شوف بنطلع في المنظر هذا، كافة ممكن أنك تشارك معكم الأوقات الملاحة اللي مش ملاح، تم المرة الله يعطي السفر، لكن معليش، أتمنى منكم الدعم، ممكن نسوي مشروع دعم.